مساء الخير عليك زميلي امير، ومساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه طبعا بنتقدم بخالص العزاء لاسره الدكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي. بالفعل يمكن فقد الوسط الرياضي قيمه كبيره جدا في الرياضه والصحافه، وايضا كمان كرئيس لقناه النادي الاهلي. الحقيقه طبعا يمكن حزن كبير جدا، وزي ما تابعنا وشفنا سواء في مسجد مصطفى محمود اللي كان متواجد، مجلس الاداره بالكامل، الشخصيات الرياضيه والشخصيات العامه، حب كبير جدا ان شاء الله باذن الله ربنا يرحمه ويدخلوا فسيح جناته. لو بنتكلم يا امير طبعا كالعاده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي والمباريات بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه، النهارده عندنا مباراه مهمه، الاهلي والداخليه على استاد بتروسبورت في تمام الساعه 8 مساء، وهي مباراه من الجوله 23. مباراه النادي الاهلي ان شاء الله مركز بشكل كبير فيها، ترتيب جدول الدوري، وايضا كمان لو بنتكلم على وقوف نادي بيراميدز ل 45 نقطه بعد الهزيمه الاخيره امام نادي الجونه. النادي الاهلي النهارده ان شاء الله هدفه هو الحصول على الثلاث نقاط ليصل تدريجيا للمركز الثاني، ومنها الوصول الى مقدمه الدوري العام والحفاظ على اللقب الغالي على كل جمهور النادي الاهلي. النهارده يمكن تم اختيار 20 لاعب مستر مارتي لاسارتي المدير الفني، اللعيبه اللي جاهزه طبيا وبدنيا خلال المرحله الماضيه، نظرا للاعداد الكبيره اللي بنشوفها امير كل مباراه، لعيبه عائده من التاهيل، لعيبه مصابه، بنفقد عدد كبير من اللاعبين. لكن من الاشياء المميزه خلال المرحله القادمه ان احنا بيرجع لنا كل اللعيبه اللي مصابه تدريجيا، ان شاء الله تكتمل الصفوف وتكتمل القوة الضربة لفريق النادي الاهلي، وباذن الله امير المرحلة القادمة كاملة سواء في البطولة الافريقية، بطولة الدوري العام، بطولة كأس مصر، ان شاء الله كلها باذن الله تبعد الاصابات عن لعيبة النادي الاهلي، والنادي الاهلي يستمر في الاداء المميز وايضا كمان النتائج المميزة الرائعة اللي بيحققها النادي الاهلي. لو برجع معاك امير ايضا كمان للاعبين الغائبين عن المباراة النهاردة، مستر مارتن بيستبعد عدد من اللاعبين للرؤية الفنية، وعدد لاعبين عائدين من التأهيل، وكمان يمكن النهاردة تنظيم النادي الاهلي للمباراة وتواجدها في استاد بتروسبورت وحضور الجمهور، بنتكلم على الجمهور وبنأكد عليه أكثر من مرة أمير، لأن المرحلة القادمة مع التلاحم الكبير ومع المباريات ومع ضغط بطولة الدوري العام لابد يكون جمهور النادي الأهلي متواجد في كافة المباريات، حتى لو عدد قليل لكن بيبقى ليهم مساندة. جمهور النادي الأهلي معروف في كافة الملاعب، لعيبة النادي الأهلي تعلم جيدا قيمة الجمهور وقيمة تواجدهم ومساندتهم بشكل مستمر في البطولة الأفريقية وفي بطولة الدوري العام. محاضرة فنية أخيرة هنا في فندق الإقامة، مستر مارتن اشتغل بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه على فيديوهات لفريق نادي الداخليه، كابتن علاء عبد العال يمكن بيتميز بغلق المساحات، يمكن بيشكل خطوره في الجانب الخططي، بيحاول ان هو يكون في دفاع مستمر ومستميت بشكل كبير. النهارده يمكن بنتمنى ما يبقاش مأثر على لعيبه النادي الاهلي، مستر مارتن يحاول ان هو يجد ثغرات الدفاعيه يشتغل عليها بشكل كبير، سواء من خط الهجوم سواء من الاطراف من المنتصف، ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير. ثلاث نقاط يا امير هيكونوا مهمين جدا للنادي الاهلي في بطوله الدوري العام، واكيد ان شاء الله باذن الله مجرد ان شاء الله تواجدنا في ملعب المباراه ننقل لكل جمهورنا من خلال الملعب الاهلي ومن خلالك ايضا كمان يا امير الاجواء والحضور الجماهيري، ارضيه الملعب، كل الامور ان شاء الله نطمن بيها جمهور النادي الاهلي، وباذن الله عقب انتهاء المباراه يكون النادي الاهلي حاصل على ثلاث نقاط ساعدوه بشكل كبير في بطوله الدوري العام. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي.